ده ستيفن لسه حبيبته متخانقه معاه وطردته من شقتها، وعشان كده راح يأجر شقه جديده، وكان قاعد مستني الراجل بتاع الدش عشان يظبط له القنوات عشان يحاول يضيع فيهم وقته. وجاله فعلا دوجلاس بتاع الدش، وكانت تصرفاته غريبه وحركاته اغرب، وطلب منه ستيفن ان يفتح له القنوات المشفره وهيديله 50 دولار. فدوجلاس قال له لا يا عم، انا هعملها لك ببلاش بس تقبل انك تقضي معايا اليوم بكره. وفعلا تاني يوم ستيفن كان قاعد قدام التلفزيون، لقى دوجلاس عمال بيزمر له وبيقول له يلا بينا قدامنا يوم طويل وجميل. وخد وداه المكان اللي بيستقبل الاشاره من القمر الصناعي وبيرسلها للتلفزيونات، ودوجلاس قال له ده اكتر مكان بحب اقضي فيه معظم وقتي. وقعدوا مع بعض وقضوا وقته لطيف، وستيفن كان بيعمل كده عشان ياخده على قد عقله وخلاص، وعشان القنوات اللي فتحها له ببلاش. بس دوجلاس بقى عامل له زي اللزق الامريكاني بالظبط، بقى ينط له في كل مكان هو موجود فيه، وراح له الملعب وهو مع اصحابه وقعد يلعب معاهم، وكانت حركاته غريبه وكان واخد الموضوع جد جدا لدرجه انه كسر الازاز. وستيفن قال له ايه الهبل اللي انت عملته ده، وسابه ومشي، وعشان يخلص من زنه ما بقاش يرد على تليفوناته، بس كان كل لما دوجلاس يحتاجه يقوم يقطع عليه الوصله ويبوظ له التلفزيون فيخلي ستيفن يكلمه. وخدوا مره تانية وراحوا مكان كده وقعدوا مع بعض واتبسطوا بوقتهم، لدرجه ان دوجلاس قال له احنا هنضرب بعض. وفعلا قاموا ولبسوهم لبس الفرسان وقعدوا يضربوا في بعض، وستيفن ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل ده، ودوجلاس كان واخد الموضوع جد جدا. واليوم عدى على خير وطلعوا هما الاتنين سلام. ولما روحوا البيت ستيفن اتفاجئ باجهزه كتير موجوده في بيته، شاشات ودي في دي وفيديو وكاريوكي وحاجات كتير قوي وغاليه قوي، واتاري ان دوجلاس هو اللي جابها له، قدر انه يفتح شقته في غيابه ويدخل الحاجات دي من غير اذنه. بس ستيفن قال له لا طبعا انا مش هقبل الحاجات دي، انت لازم ترجعها دلوقتي. قام دوجلاس قال له الراجل اللي انا اشتريت منه الحاجات قافل النهارده وبكره، ممكن تخليهم عندك بس اليومين دول وهبقى ارجعهم. فوافق ستيفن. وتاني يوم دوجلاس قام مجمع الناس يعرفها وعزمهم في بيت ستيفن وقال له احنا لازم نفيفشك كده ونبسطك، وكان جايب له في الحفله بنت، والبنت دي كانت عينيها من ستيفن. ودوجلاس قال له انا مظبط لك الجو، كل اللي عليك انك تفتح معاها موضوع وخلاص. وفعلا راح ستيفن وفتح معاها كلام وقضوا وقت لطيف مع بعض. وخلصت الحفله وصحي ستيفن من النوم لقى دوجلاس بيحضر له الفطاير وبيقول له كنت مولعها انت امبارح يا معلم، بس ما تتعودش على كده، انا المره دي دفعت ثمنها من جيبي، المره الجايه تدفع انت. ما كانش فاهم ستيفن هو بيتكلم عن ايه، واتاري ان البنت بتاعه المبايح دي كانت فتاه ليل، ودوجلاس كان دافع لها فلوس عشان تقعد مع ستيفن. ولما ستيفن عارف كده قام اتخانق معاه وطرده من الشقه وقال له انا مش عايز اشوفك تاني. قال له ليه بس، انا كل اللي عايزه ان انا نبقى اصحاب. قال له لا انا مش صاحب حد. وتاني يوم راح دوجلاس ليوبن حبيبه ستيفن ويركب لها وصله وظبط لها الدش، وقعد يصلح بينها وبين ستيفن لدرجه انه اقنعها ان ستيفن ما بيفكرش في حد غيرها وهيموت من غيرها. وعلى طول قامت يوبن اتصلت بستيفن وقالت له انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، وفهمته ان دوجلاس هو اللي صلح ما بينهم. وقابله دوجلاس بالليل وقال له اي خدمه يا معلم، رجعت لك حبيبتك تاني اهو. ستيفن قال له تشكر يا عم على اللي انت عملته، بس بصراحه انا وانت ما ينفعش نبقى اصحاب خالص، واتمنى اني ما اشوفش وشك تاني. فتاني يوم ستيفن في شغله لقى الشرطه داخله عليه وبتقبض عليه بتهمه سرقه اجهزه كهربائيه، واتاري الحاجات اللي كان جايبها له دوجلاس كانت مسيوقه، واتحبس فعلا على عظيمه القضيه. وجاله دوجلاس وقال له انت اللي عملت ده كله في نفسك، كل اللي انا كنت عايزه ان انا نبقى اصحاب، وعلى العموم ما تضايقش نفسك خالص، روبن في عينيا الاتنين، ما تشيلش همها يا صديقي. ويدي المحامي بتاعه انه يخرجه بكفاله، وراح مع روبن لبيت ابوه عشان يقعدوا مع بعض. لقى دوجلاس بيفتح له الباب، واتاري ان روبن هي اللي دعيته باعتباره صاحبه ولسه جاي يفضحه. قام دوجلاس قال له لو نطقت باي حرف اوري الصورة دي لروبن وانا اللي هفضحك. وغصب عنه ما قدرش ستيفن يتكلم، وبقى قاعد دوجلاس مع عيلة ستيفن ومبسوط وبيتكلم مع كل اللي حواليه، وكل اللي حواليه حابينه الا ستيفن، وقعدوا يلعبوا ويستمتعوا بوقتهم لحد ما ستيفن فاض بالكيل وقام مديله بالبوكس في وشه وطيده. وعشان كده تاني يوم قام دوجلاس عمل له مشكلة في شغله مع مديره، خلى مديره يطرده من الشغل. ومش بس كده، ده كمان كلمه في التليفون وقال له لو عايز حبيبتك انت عارف هتلاقيني فين، وراح له المكان اللي بيحب يقعد فيه، لقاه معلق حبيبته في حبل طويل وقعدوا يضربوا في بعض. ودوجلاس قال له كل اللي كنت عايزه اننا نبقى اصحابه بس. وبعد كده قام دوجلاس خد يوبن وطلع فوق خالص، واتاري ستيفن بلغ البوليس فجم، وطلع ستيفن وراهم وايدي ياخد منه حبيبته، ولقى البوليس بيقول له سلم نفسك المكان كله محاصر. قال لهم انتوا فاكريني خايف من الموت، ده انتوا عبط قوي، انتوا اللي المفروض تخافوا من حياتكم مملة اللي ما فيهاش اي حاجه جديده دي.
وانت يا ستيفن على طول هتفضل لوحدك كده على فكرة، وقام سابهم ونط وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب ودعمني وكومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تعبتني وكومنت عشان ابطل.